على تجندنا الدائم وراء جلالته خدمة للمصالح العليا لبلادنا من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية للمملكة السعيدة وإرساء لدعائم الديمقراطية المحلية والتنمية المستدامة. شكرا لكم. فلهم منا كل الشكر ونقدم لهم كل التهاني ونشكر المؤسسات التعليمية إدارة وطاقما تربويا وأستاذات وأساتذة.
مولاي صاحب الجلالة، إن احتفال مجلس مقاطعة اليوسفية وساكنتها وفعاليات المجتمع المدني وكافة المؤسسات إلى جانب الشعب المغربي قاطبة بهذه الذكرى العزيزة لهو فرصة للتعبير الصادق عن اعتزازنا الدائم وافتخارنا المتواصل بعمق التلاحم الدائم بين عرشكم العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي. تحية للصف الدوم وتحية للصرباط من الدخلات والخارجة والصغار والكبير. طال عظيم انا ما كاينش اللي سالى معايا قد واحد الاشهار قال لك لنحارب الرشوة. عجبني الحال قال داروا لنا اشهار نحاربوا به الرشوة. الرقم اللي عاطينك تحيط ليه فيه 16 نمرة ما تجي فين تحيط تيكون هذاك اللي شد الرشوة مخيم بزايدة. لا والله ما لك عمل طول حال بحلوف وانت كتسمعي وتشوفي حتى نترجم وقتل خوفي. لا اسمح لك الايام لا اسمح لك الايام. أتغنى في ميلاد عرشك وأفرح في سعادتك وأجدد الولاء والبيعة لك ولأبا أسرتك.